بدايتي كانت في عام 88، يعني كان عندي 16 سنة. أول مرة يعني سمعت الشيخ عبد الباسط، وكان يبث يعني كان في التلفزة الجزائرية، يعني كانت تفتتح بالكبار القراء، يعني المنشاوي، عبد الباسط، ما كنتش نعرف الاسم تاعو يعني، كنا نسمعه. مرة واحد صديقي يعني قلت له كاين واحد موجوده في التلفزيون في افتتاح الاخر، قلت له قال لي هذاك الشيخ عبد الباسط، فهداني شريط تاع قصر الصور. يعني كما يقولوا احنا الواحد ما دار فيها، عندك الشريط يعني الاداء وطريقه القراءه تاعو والصوت اللي وهبه الله. الشيخ الجيل هذا بالك ما يعرفش الشريط الكاسيت يعني الكاسيت. انا ما عندي مجموعه كبيره لحد الان مخبيه عندي النوادر يعني تاع القراء يعني. فتوفيق من الله سبحانه وتعالى. انا نهضرها صراحه يعني لا حياء في الدين، وانا انا من قبل يعني كان عندي 14 15 سنه كنت نحب نستمع الى المشيحات الاندلسيه والى عملي قد طرب. يعني ما كنتش نسمع نبورت على الغناء، يعني كنت نسمع نحب نسمع الطرب يعني يعني كان عنده حس كان عندي الرف. فلما استمعت للشيخ عبد الباسط في 88 نساني كاع فيهم. والله في توفيق من الله سبحانه وتعالى في شهر تعلمت قراءة التجويد عبد الباسط. ما شاء الله شهر واحد. الله والله الله. توفيق من توفيق الله سبحانه وتعالى. من الله بارك الله فيك. نعم معليش كمل كمل. كنت قبل الفاصل جيب لنا مقطع على طريقة الشيخ عبد الباسط. ان شاء الله. فكنت نسمع في الدار، اني نسمع مثل قصر صور الضحى يعني. وهذه نصيحتي للجميع، واحد يحب كبداية يحب يتعلم التجويد، انه كنا اللي يسمع قارئ واحد يقعد مع قارئ واحد يسمع حتى يقلدوا مليح، من بعد يسمع الآخرين يعني. فكنت في الدار نأدي مثال والضحى، يعني نقرأ في الضحى، نروح للمسجد. أنا كان واحد المصلى يعني كان هو مسجد في لي جروب، إحنا في شامونوف كنا عندنا مكتبة صغيرة، نغلق نروح نتفكر الأداء هذاك والضحى نقرأ وحدي. الله نقرأ وحدي. فهذاك العام يعني في رمضان، لما جاء رمضان كان الإمام الله يرحمه كان إمام الخطيب الشيخ طيب رحمة الله عليه، ترحم عليه ربي يرحمه، يعني وكان سبب هو والشيخ عمي أبو عكاز ربي إن شاء الله يرحمهم يجعلهم من الفردوس الأعلى يا رب. كان الإمام يعني الشيخ طيب هذا إمام الخطيب، كان قبل ما يدير الدرس قبل صلاة العشاء كان يدير، كان عنده تلاوة ترتيل جميل جدا، كان يدير تلاوة هكذا يرتلها هكذا وبعد يدير الدرس. فنطلبت من عمي أبو عكاز رئيس هو إمام الصلوات، قلت له عمي أبو عكاز قلت له قول للشيخ عمي الطيب، وكنت أنا كنت نأدن يعني متطوع نأدن يعني، قلت له قل له ندير أنا التلاوة هو يدير الدرس. فالشيخ رحب قال له مرحبا، قال له قول له يجي ماذا بينا يعني نحن الشباب نشجعوهم. في بداية كان في 1989 ثم بدأت الانطلاقة يعني مع مع القرآن مع التجويد مع قلة عبد الباسط. استمعت إلى المنشاوي تاني، قلة عبد المنشاوي كذلك، مصطفى إسماعيل كذلك، أبو العين شعيشة، رغب غلوش، كامل يوسف البهتيمي، الحصاري، كنت أسمع بزاف، محمد رفعت، الجهابذة القراءة يعني في ذاك الوقت. نعم راهم معروفين. فهكذا دورك.